التفكير النقدي الجزء الثاني. على غرار المعادلات الرياضية ثمة هيكل للمنطق، فهو يشبه إلى حد ما المعادلة 1+2=3. على أحد طرفي المعادلة نجد أموراً نعرفها بالفعل أو نتفق عليها، وعلى الجانب الآخر نجد إجابة تظل صحيحة ما دامت الأرقام على الجانب الآخر ثابتة لا تتغير. في المنطق تسمى الفكرة مقدمة منطقية، ويمكن وضع هذه المقدمة المنطقية مع غيرها من المقدمات المنطقية حتى نصل إلى نتيجة. قد تكون إحدى المقدمات المنطقية المغناطيس يجذب الحديد، وتكون المقدمة الأخرى هذا الجسم مصنوع من الحديد. ومن ثم ودون رؤية ذلك الجسم تستطيع منطقيا أن تقول إن المغناطيس سيجذب هذا الجسم، ولكن ماذا إن غيرت من ترتيب تلك المعلومات، كأن تقول مثلا إن المغناطيس يجذب الحديد وهذا الجسم ينجذب إلى المغناطيس، فهل يمكنك في هذه الحالة أن تقول إن هذا الجسم مصنوع من الحديد؟ كلا، للأسف لا يزال الأمر يبدو شبيها بالمنطق، ولكن النتيجة لم تعد صحيحة، فالمغناطيس لا يجذب الحديد فحسب، وإنما يجذب معادن أخرى أيضا مثل النيكل. هذا المنطق المختل يدعى مغالطة منطقية، وهذا النموذج تحديدا يمثل مغالطة صورية، وهذا لأنه يشبه المنطق في صورته لكنه غير سليم، وهو يسمى في الأوساط القانونية بعدم الترابط المنطقي أو الاستنتاج الخلفي أو النتيجة الكاذبة. من السهل أن يخلط المرء بين المغالطات المنطقية والحقيقة، وذلك إذا لم يأخذ حذرة، فالناس يفعلون ذلك طوال الوقت، أحيانا دون قصد وأحيانا أخرى بغرض الخداع. من المهم أن يعرف المرء هيكل الحجة المنطقية، لأنه حينئذ لن يقع في خطأ التفكير في أن 3+2=1. القواعد هي القواعد على أي حال، إلا أن كسر قواعد المنطق قد يجعل الإجابة تبدو صحيحة في حين أنها ليست كذلك.